نروح نتكلم مع حضراتكم عن الاقتصاد المصري اللي بنتكلم باستمرار عن القفزات الكبيرة اللي حصلت في الاقتصاد المصري ومعدلات النمو المرتفعة، خاصة بعد الإصلاح الاقتصادي اللي ساعدنا في أننا نتجاوز تداعيات أزمة كورونا. وبسبب هذا الإصلاح الاقتصادي كمان مصر بقت الأولى أفريقيا في حجم الاستثمارات. خلونا نتابع ده ونرجع نكمل الكلام مع حضراتكم. اقتصاد يعاني وبنية تحتية متهالكة، إرث ثقيل ورثته الدولة عقب ثورة 30 من يونيو. ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد إدارة الدولة، عمل على وضع خطوات واستراتيجية للنمو الاقتصادي. ومع ظهور أزمة فيروس كورونا، تم اتخاذ حزمة من الإجراءات الرشيدة التي ساعدت على ثبات النمو الاقتصادي، بل ساعدت على كسب ثقة المستثمرين الأجانب في الاستثمار في مصر. ووفقاً لتقارير منظمة التجارة الدولية، فإن مصر هي الدولة الأولى بإفريقيا في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة رغم الجائحة، والتي أسفرت عن تراجع الاستثمارات الأجنبية في العديد من الدول بنسبة 30 إلى 40%. الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات الهامة التي دعمت الاقتصاد المصري وحفزت القوة الشرائية، ومن أهم هذه الإجراءات زيادة المعاشات والأجور التي يستفيد منها نحو 10 ملايين من أصحاب المعاشات بالموازنة الجديدة، وحيث إن مصر من الدول القلائل في العالم التي زودت المعاشات والرواتب وحققت نمواً إيجابياً رغم جائحة كورونا.